إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. دائما نكون سعداء باستضافة يعني نجوم وأبطال رياضيين أعطوا الشيء الكثير للرياضة الوطنية. واليوم يعني ضيف ثقيل، ضيف يعني من العيار الثقيل، سي عبد الحق الكرماوي، يعني من قيدومي الرياضة الوطنية وكذلك رياضة التايكوندو بالإضافة إلى الصفات أو يعني الرياضة أو الكاراتيه بطريقة الفرنسية. فسي الكرماوي فللإشارة فهو خبير دولي، والحديث اليوم ما غاديش يكون فقط على المسار ديالو الرياضي، المسار ديالو الرياضي يعني كيعرفوا كل الرياضيين، كيعرفوا كل هواة التايكوندو والصفات، ولكن الحديث هو نيلو لجائزة أو لدرجة عليا في مجال التايكوندو. فباقي التفاصيل فغادي يرويها لنا السي الكرماوي يعني شخصيا. السي الكرماوي مرحبا بك على القناة. شكرا. الله يبارك فيك أخي سمير، وتحية للمشاهدين ديال شوف تيفي. اللي بغيت نقول هو يلا جيت غير الأمس من كوريا الجنوبية، من سيول بالضبط، استدعيت من طرف الاتحاد الدولي للتايكوندو، ودرت قمت بامتحان اجتياز درجات في الحزام الأسود الدرجة السابعة، والحمد لله مع كنا مسعين بزاف عدة دول مشاركة من أمريكا. الشرف ديالي باش نمثل بلادي ونكون نفوز أو نحوز على درجة في المغرب هي الدرجة الثامنة ويتيان دان، والحمد لله كنت ثقة عندي كبيرة. علاش؟ لأن بحضور رئيس الجامعة الملكية السيد السلالي وكذلك، ورسلت أنا عندي حق باش ندير الدرجة الثامنة، ولكن رسلت يعني كيفاش جاتك الدعوة؟ الدعوة رسلت الاتحاد الدولي باش نمتحن على الدرجة الثامنة في يعني في شهر 12 ديال 23، وقالوا لي ما عندكش الحق حتى حتى المواد ماي، واش عندك حق باش تدوز هذه الدرجة الثامنة؟ وصيفطوا لي الدعوة ودرت الإجراءات كلها ديال السفر، والحمد لله ومشيت واستخدمت الاتحاد الدولي ودرت هذا الامتحان. يعني هذا التواجد ديالك يعني في كوريا تصادف تواجد كذلك رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للهلالي، كيفاش كانت الاجواء تما في كوريا؟ تعرفي اجواء كوريا، تنقول كوريا جميله جدا، يعني كنقولوا حنا كنقولوا جنه حاصل مثل هنا كوريا في وسط التكنولوجيا ديالها والنقا ديالها، يعني مستوى عالي بزاف من دول العالم اللي هما متحضر. والحمد لله هاد خمس سنين دوز سيول دوزها زعما الحمد لله مزيان، ويعني قمت بالتدريب تمايا وكل شيء، وتلاقي وكل اللي كان مساعدني هو الاستاذ الكوري اللي هو مؤسس تيكوندو المغرب، كان شاد ديال الفندق تما، والحمد لله كان موراني كيفاش في المترو كيفاش نتنقل من الفندق للمقر العالمي للتيكواندو، المحطات اللي كنمشي ليهم، وبقيت كنمشي بوحدي ونجيب بوحدي، والحمد لله دوز 15 يوم بحسن الظروف. واخا عرفنا ان هاد السطاج هذا كانوا في دول اخرى، نهضروا على عميد السن، واش هاد المشاركين في هاد السطاج هذا يعني كاملين كان يعني تنعرفوا ان السي الكرماوي يعني السن ديالو الان 65 سنه، واش يعني الباقي المشاركين كان عندهم نفس السن او اقل؟ نعم اخي، لا يعني في التايكوندو، ولا في كاع في زار مارسيو كلهم بدون استثناء، يعني انسان كيكون توصل لواحد الدرجه عليا ما يمكنش باقي شاب صغير ياخذها، ما يمكنش، يعني الشباب كيكونوا 30 40 سنه ما كيتحداوش يعني الدرجه الثالثه او الرابعه، يعني الدرجه هي السن. باش كتولي خبير دولي ما يمكنش تكون عندك 40 سنه او مزانه، خاصك تكون يعني عندك 60 سنه من فوق باش كيولي تسمى اكسبير انترناسيونال. هذا هو اما بالكراد والكراد بالدرجه الدرجه، يعني تصور دابا انا بين السابعه والثامنه 8 سنين باش دوز دابا هذا 7 سنين يعني 8 سنين وهي عندي درجه السابعه، باش ودابا تندوز التاسعه خصني نستنى 8 سنين، لا طول الله العمر وبقيت عايش نقدر ندوز التاسعه، ولكن خصني 8 سنين ثاني ندوزها، ماشي عام ولا عامين. هادو هما الدرجات، يعني كل درجه عندها اربع سنوات خمسه وتطالع. شنو كتميز هاد الدرجه الثامنه اللي حصلت عليها على باقي الدرجات؟ يعني انسان كيولي بحال كنقولوا حنايا الاساس ديال الكبار كيسمى جرون ماستر، كاين ماستر يعني في السانكيام دان او الكاترام ديك الماستر، ولكن ملي كتفوت السيزيام دان والسيتيام دان كتولي جرون ماستر، يعني استاذ كبير او
بهذا المعنى هذه كتولي زعما تقدر دير دورات تدريبيه تكوينيه، يعني تتولي مستشار، يعني كتولي يعني كدير بزاف ديال المهام كتقوم به، ماشي بحال باقي صغير كتلعبوا. حنا كنا صغار كنلعبوا المباريات والبطولات وكلشي، ما كيهمكش الكراد وهذا، ولكن الانسان ملي كيديباسي 40 50 سنه 60 سنه كيولي يقلب على الدرجات العليا باش يكون هو كاستاذ عنده الدرجه كذا وكذا وكذا وكذا. ما يمكنش تكون كبير في السن وانت عندك 3 و4، اذا فين كنتي؟ اذا ما كتمارش الرياضه. انا دابا تقريبا عندي ازيد من 40 سنه ديال ماشي في جلوبال ديال الرياضه كامله غير في التيكواندو، يعني اكثر من 40 سنه ديال الممارسه، جاي 50 سنه، اذا انا خص الدرجات تكون عندي عليا، ما نكونش ماشي يلاه ديس 10 سنين او 15 او لا، يعني قد ما كتكون عندك واحد باع طويل في الرياضه الا كتكون عندك الكراد طالع. كيفاش كينعكس هذه الدرجه اللي حققتي على التيكواندو في المغرب؟ الحمد لله. انا شوف انا الاساتذه ديالنا على راسي، يعني انا ك تنتسمى بحال تروازيام جينيراسيون ديالهم، هما الاساتذه ديالنا هما اسبق مني، هما حنا كانوا حنا تلاميذ عند الاساتذه ديالنا، ولكن هما نظرا ما دوزوش هذه الدرجه هذه، ربما الاسباب ما يعني شوف علاش خصني نمشيو للاتحاد الدولي ودوزو قدام اللجنه ويديرو هذا الامتحان، اذا ما مشاوش، انا تكلفت استغنيت باش نمشي ندير هذا الامتحان. ودين الحمد لله انا شرف لي وشرف المغاربه والرياضيين بصفه يعني خاصه، انا هذا ملي كنحرز على هذه الدرجه الثامنه الاول في المغرب فهذا شرف لي وشرف لكاع الرياضيين وكل هذه. انا كنت في بلادي من قال تما راه مغربي كي واخا كاين مغاربه عايشين في المهجر، يعني كاين مغاربه حتى هما عندهم الدرجات، كل واحد عنده عايش في مقر في او مقيم في دوله، ولكن انا داخل الارض الوطن المشكل ماشي انا المغرب لا نعم انا داخل الوطن اللي كنحمل الدرجه الثمانيه الواحد في المغرب، ولكن خارج المغرب كاينين مغاربه، كل واحد فين كاين في السعوديه كاين في السويد كاين في يعني مغاربه عبر العالم تبارك الله. اش نقول لك يعني كنفتخر بالمغاربه عبر العالم يعني في جميع المجالات تبارك الله طوب ديال السبور، ولكن انا كنقول الحمد لله كنقول ماشي انا عاود قلت انا كنقول انا داخل الوطن اللي كنحمل الدرجه الثمانيه. اكيد سي كرماوي كنعرفوك انت يعني ود عائله رياضيه، يعني الشعور ديال الاسره ديالك خصوصا كنعرفوا انها كيضحيوا من اجل يعني ان سي كرماوي يعني يلقى الظروف المناسبه من اجل التكوين في الرياضه. ما الحمد لله. شوف يا اخي سمير تيقول لك من جد وجد، انا حياتي كلها دوزت بالرياضه، يعني اكثر من 50 سنه هذه غير في الفنون الحربيه، يعني كاع الفنون الحرب الحمد لله مريت منها وعندي فيها بصمه ماشي تاريخ في الرياضات والكل كيعرف. انا باقي في كوريا، كنت باقي في كوريا وكنشوف يعني البارتاج في صفحات الفيسبوك في الجزائر في تونس في المغرب، وانا كيكون لي الشرف كنقول انا شنو انا شيء، ولكن بالنسبه لهم همايا انا شي حاجه، ولكن انا كنقول انا عادي بحال ايها الناس، فهمتي؟ انا كنقول اسمح لي الهاتف ماشي مشكل. انا كنقول ملي كنشوف الاحباب والاصدقاء الرياضيين يعني وكيكون عندك واحد المشاهده انا كنفتخر كنقول الحمد لله انا بلادي، يعني هذا هو دول الفضل. السي كرماوي يعني نكونوا جديين ونكونوا صراحه، واش كتحس ان السي كرماوي خاد داك الشيء اللي يستحق هنا في البلاد خصوصا يعني كنعرفوا بصراحه يعني رياضه التيكواندو المغربيه باقا ما شفناش منها داك الشيء الكثير اللي كنت كنتسناه، خصوصا ان كاين هناك عده ابطال رياضيه. نعم اخي سمير نقول لك هنا ماشي حنا كنضحيو من بلادنا، الرياضه كنضحيو من بلادنا عده عمليات الجسم ديالي وعلى الرياضه ديال بلادي. كنقول اما كنطمعش نقول علاش كيفاش، انا عندي المسار ديالي رياضي غادي في رياضي، اما باش نجبد هذه المشاكل هذه كثيره. انا كنقول لك انا عندي هرس مدى عندي القضيب الحديد في يدي مدى الحياه وعلى بلادي على رياضه بلادي في البطوله العربيه، وعندي عمليات كثيره طوندو مقطع المفاصيل داك المينيسك وهذا بسبب الرياضه، ولكن تنقول حب الوطن هو اللي كيجعلنا بحال ما هكذايا، وحنا غاليين في هذا المسار واخا ضحينا في هذا الرياضه كنا الحمد لله. عندي هذا يعني نعم. باش كتنصح الشباب اللي غادي يمارس رياضه التيكواندو؟ والحمد لله شوف تيقول لك يعني اللي عنده اراده وطموح عنده واحد لوبجيكتيف راه كيمشي يوصل ليه باذن الله، يعني الانسان يتوكل على الله ويشوف في المسار الرياضي في الدراسي في الصناعي اي حاجه اللي عنده واحد الطموح غيوصل باذن الله، ولكن الانسان اللي كيتبع الرياضه حنا تبعنا الرياضه حنا الحمد لله كلشي كيحترمنا وكلشي من طنجه للقويره وعبر العالم في العربي ولا اسمه الحمد لله كتكون واحد المحبه بين الناس بسبب الرياضه، يعني كل ما تبعناش الرياضه في كل شيء يعرفوك جوج ثلاث ناس في المقهى ولا، ولكن ملي كتكون عندك واحد الطريق زوينه في الرياضه وكتحترم راسك وتحترم الغير يعني كتكون عندك واحد المحبه ديال الناس، فهمتي؟ والحمد لله هذا هو الفضل اللي كنمتازوا به. اكيد السي كرماوي يعني
الخبره ديالك والتجربه ديالك يعني ما كيشكك فيها حتى شي واحد. ماذا عن المشاركه ديال التايكوندو في الالعاب الاولمبيه؟ والحمد لله التايكوندو كاين ممثلين اللي كاين هنا، ما كانش حظ للذكور مع الاسف، ما كانش حظ الذكور، ولكن كاين اناث. انا سمعت بلي كاينين جوج اناث اللي غادي يمثلوا المغرب، فاطمه الزهراء وشي بنت اخرى. نتمنى ان شاء الله لما لا يكون. انا العاب القوى، شو العاب القوى؟ الجامعه تسمها ام رياضات وفيها صوفيا البقالي هو اللي كيمشي يهز المشعل ديال الرياضه. شو الجامعه كذا، شنو هي بطقل ديالها وطل ديالها؟ ولكن كاين البقالي. حتى التايكوندو ما لوموش، يعني انا داروا مساكن الشباب داروا اللي عليهم، الغالب الله ما تكلفوش. ولكن كاين فاطمه الزهراء وكاين لاعبه اخرى ان شاء الله حتى هي غادي يقدروا لما لا يكونوا حتى هما هذوك. هذه قله فيها الخير على الكثره، تقدر هذوك يديروا يحصلوا نتيجه، ولما لا تنتمنوا ان شاء الله. الملاكمه كذلك حتى هي الذكور ما كاينش كاين الاناث، فهمتي؟ يعني هذا هو ما كنفقدش الامال، يعني تكون غير قله وتقدر تكون فيها الخير، ماشي نقدر نشاركوا ب10 وما يجيب والو، تقدر تشارك بواحد يجيب، وهذا هو الامل ديالنا ان شاء الله. بي. اكيد يعني كما نقولوا نغلقوا القوس ديال التايكوندو. نعرفوا ان السي كرماوي يعني من المؤسس ديال رياضه الساقات او الملاكمه الفرنسيه عندنا في المغرب. نعم. ماذا عن تطوير هذه الرياضه في المغرب؟ لا، هذا هو قلت لك، الحمد لله هاد اكثر من 50 سنه ديال الرياضه، هذا هو اللي كان اش كنقول يعني ملك الصغر ديالي، وكنقول علاش ما نكونش بطل في هذه الرياضه وهذه الرياضه. انا كيما كنت في الكاراتيه كنت بطل المغرب في المنتخب الوطني، لعب ضد فرنسا، المغرب فرنسا، عاوتاني عاود تقلب ثاني درت التايكوندو. من بعد التايكوندو ملي ترست في يديا حبسوني المنتخب، ما ندخلش وانا نمشي لفرنسا باش تعلمت هذا، درت التكوين ديال هاد الصفات ديال البوكس فرونسيز. والحمد لله كما دوزنا حياتنا وتكرفصنا وكل شيء، وانا الحمد لله اخر دابا الالعاب العالميه اللي كانت في الرياض، الالعاب العالميه القتاليه، وحرزنا على 2 ميداليات في الفضيه والنحاسيه، هذا الشيء كيشرفنا والحمد لله. انا كنقول فين ما حطيت الترجيه باذن الله تعالى كيسخر، هذه رياضه الوالدين ومحبه الله والناس. المشاركه ديال الصغار على الصعيد الدولي يعني ابطال المغاربه كيفاش كتشوفها؟ ما الحمد لله واش عندنا ابطال فعلا؟ لا كاينين. شوف حنا المغاربه واحد القضيه كنمتازوا بها هي سبورت كومبا. سبورت كومبا مغاربة تبارك الله في العالم. هذا كتشوف الاساطير اللي كاينين ديال بدر هاري وسميتو بن صديق والزعر وذاك خرابش، يعني هادو كلهم ابطال العالم يعني كيمتازوا في. وعاد باش خلي الصغار يعني حنا هاد السبورت كومبا او القتال ديال الحلبه المغاربه الطوب في العالم. اذا علاش ما نكونوش حنا هنا عندنا مصافات الكيك والطاي وكل شيء تبارك الله المستوى عالي، خصنا غير شنو هو امكانيات ماديه يعني باش صعيب باش تشارك الملتقيات الدوليه صعيب. كنت تشاركوا البطوله العالميه او الافريقيه الجامعه كثيره اما لا كنت الملتقيات الدوليه نشاركوا هنا وهنا راه كل نهار غتسمع ديما الرياضه تما ديما. الحمد لله هنا موجودين دابا، اذا يعني تكون بطوله افريقيه تكون هنا ان شاء الله وفي العالم الجامعه نديروا برنامج ان شاء الله باش نكونوا هاد الابطال العالم. اكيد يعني كما ذكرتي هاد الاسماء اللي ذكرتي فهم اغلبيه يعني من المغاربه ديال المهجر. نعم نعم. كيفاش كتشوف يعني لا دابا المشكله سي سمير المغاربه داخل الوطن؟ لا دابا المشكله سي سمير هو هاد المباريات اللي يكونوا في المهجر، هو كل دوله ما عندهمش يعني ما عندهمش حدود، ما عندهمش تاشيره والمشاكل وهذا. يعني كاينين دول ديال الاتحاد الاوروبي تقدر تلعب اليوم مباراه هنا الغد هنا غد، وكاين يعني هنا المستوى كيطلع باش واحد يلعب 50 مباراه ماشي بحال المغرب كيلعب مباراه واحده. يعني قد ما لعبتي مباراه بزاف كتاخذ خبره وكتاخذ تجربه. علاش المغاربه في برا؟ لان يعني كل سبت عندهم حد عندهم انصواري، كل سبت كاين مقابله. حنا عندنا هنا لا، حنا حتى المغاربه تلعب مع المغربي باش غيتفاد ما يتفاد. ولكن هذوك لا، الماني مع بلجيكي، فرنساوي مع هولندي، المستوى كيطلع. يعني هنا اش كيبان المغربي كيطلع، اما المغاربه هنا حارين اكثر من ديال المهجر، ولكن ما لقاوش الامكانيات، ما لقاوش هذه المباريات بحال حدنا هنا الصعيد الافريقي كنا نلعبوا مع الكاميرون، نلعبوا نديروا حتى حنا التنقلات، ولكن صعيب يا اخي باش الانسان باش يتنقل من دوله لدوله. هذا هو المشكل كاين حنا داخل الوطن كنعانيو من هذا. اوروبا عندهم قلت لك انايا بالمترو بالتران كيمشي هو يلعب اليوم الصباح غادي يلعب، هذا هو المستوى. حنا ماشي هنا اقل حاجه، بالعكس حنا هنا اكثر، ولكن مع الاسف امكانيات ماديه ما كتاعش. اكيد سي كرماوي يعني كما قلت لي في ظل هذه الاكراهات بديتي البادره وحاولتي انك تنظم البطولات الدوليه وجاو يعني ممارسين من مختلف دول العالم. واش كتشوف مثل هذه المبادرات خصها تتكرر باش يكون دعم كبير من الدوله باش ان لا لا بدا هنا يعني في بلاصه ان
المغاربه يمشيو يتكوا يعني في الديار الاوروبيه يجيو الاوروبيين يعني ينافسوا نعم. المغاربه ولما لا يعني تكون يعني رياده والسياحه في نفس الوقت. نعم بيان سور هذا الشيء انا كندير التجربه هذه كلها. انا عندي فرع في نادي الرجاء البيضاوي للتايكوندو ودرت دابا قبل كورونا ومن بعد درت كورونا حبست النشاط كندير كل سنه كندير دوري باسم الرجاء البيضاوي وهذا العام ان شاء الله بكتاب الله غادي ندير الدوري النسخه الرابعه في التايكوندو ولما لا ثاني غندير ان شاء الله لا بوكس فرونسيز ديالنا المؤسس ديالها وكمدرب وطني في الجامعه غادي نشوف مع تنسيق مع الجامعه الملكيه المغربيه للكيك بوكسينغ باش نديروا تظاهره دوليه ديال الصفات نعطيو لعابه من من اوروبا من ايطاليا بلجيكا كذا ونديروا تظاهره دوليه ان شاء الله بحال بنا في المغرب. حنا خصنا غير سبونسور والله يا اخي تنبغي نضموا تظاهره بلادنا ولكن على الاسف يد العون ما كايناش. تصور كنديروا طلبات للسلطات كنديروا السبونسورينغ باش نديروا ما كيعاونوناش اذا هذا ما يمكنش دير تنظم تظاهره دوليه وما كاينش سبونسور ما كاين هذا كنعاني منه هذا هو مشكل. كون كانت عندنا سبونسور غادي ننظموا تظاهرات دوليه كل شهر ننظموها ولكن على الاسف هذا هو علاش كنجعلوا اكيد سي القرماوي يعني بعد ما اننا سدينا القوس كذلك ديال الصباط غادي نحاول نسولك يعني في اطار النظريه هذه خصوصا يعني مجال كره القدم كنعرفوا انك ملم بكره القدم احتضان يعني المملكه المغربيه لكاس العالم وكذلك كاس افريقيا ثم كرياضي كيفاش تفاعلت خصوصا ان كاس العالم فهي كان يعني الخطاب او الرساله ديال صاحب الجلاله لكي ياكد ان الحمد لله المغرب استطاع انه يحقق هذا الانجاز هذا هو شرف استضافه كاس العالم 2022. الحمد لله هذا كلشي الشعب المغربي اكثر من 40 مليون عندهم واحد شنقول لك متفائلين على هذا وسيرته هذا الوالي الجديد في الدار البيضاء دار واحد القفزه نوعيه في الدار البيضاء في نقي يعني حنا كان عندنا واحد الامل بانه هذه السنوات اللي جايه دابا الدار البيضاء غتولي يعني تولي مدينه اخرى علاش لان باش تكون كاس العالم ماشي سهله وكاس افريقيا وحنا غادي نشوفوا البروجي اللي كيديروا لنا في الدار البيضاء الحمد لله غادي يمشيو شويه وحنا كنبغيو بلادنا الخير. حنا كره القدم هزتنا واحد يعني عبر العالم. انا فاش مشيت لكوريا تيقول لي وي ار فروم تنقول لي موروكو شي شويه كيقول لي اه الكوريين راه تعرفوا المغرب اش كيسوى اذا اه الحمد لله اذا هنايا المغرب عنده دابا صفحة هاد الشباب دابا تبارك الله ملي طلع الدومي فينال شامبيون كوب دي موند راه ماشي سهله راه كلشي كيعرف المغرب وحنا ان شاء الله مقبلين على تنظيم هذا الحدث العالمي. وحاجه اخرى ثانيه اللي غيكون ذاك الربط القار بين اسبانيا المغرب واسبانيا ثاني غتكون واحد المعلمه هي اول في التاريخ اللي غتكون باش يولي واحد طريق بين اسبانيا والمغرب يعني هذا وكنفرحوا لبلادنا تكون بحال ما هكذايا وسيدنا الله ينصرو راه هو غادي تاع التعليمات ديالو باش البلاد تكون. انا كنشوف سيول كنقول سبحان الله داك الشيء حنا عندنا المقرح ديال الالفه هنايا هاد السون بلاس الالفه اللي كاين يعني ديك الابراج اللي كتطلع والسيول كلها ابراج حنا يلاه عندنا هذه الاراده حنا كنتمنوا بلادنا تكون هي بحال كلها ابراج تكون كلها وان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله. اكيد سي كرماوي ما سخيناش بك كنتمنوا ان نلقاوك يعني بمباشر اخر اكيد كنتمنوا انك كذلك تكون حاضر معنا في قلب استوديوهات قناه شوف تي في. ان شاء الله مرحبا كل فرح. اذا مشاهدي قناه شوف تي في من قليل نودعكم على امل لقاء بكم كنت مباشر اخر وشكرا.